إلى يوم البعث والدين. أما بعد إخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقات تميزت بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان دين الله عز وجل الذي بعث به الرسل. فالله تبارك وتعالى لما بعث الرسل بعثهم بدعوة التوحيد، كما جاء في حديث صحيح من رواية ابن عباس قال لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم باقي الأمور تأتي باقي الأمور كما جاء نص الحديث. أنا الفرصة دي دار أتخذها بأنه أبدأ سلسلة بإذن الله تبارك وتعالى أرد فيها على بعض دعاة الشرك في هذه البلاد، نشروا الشرك والعياذ بالله وروجوا به شبهات، وبالأصح أو بالتعيين كذا أنا دار أرد على مناظرة هي جزء ثاني بين واحد حزبي اسمه ساطي صديق وبين دكتور اسمه عبد الرحمن مين كذا صوفي ملقط ملموم مع الجماعة بتاعين الدلاقين والعفش ديل. فالجزء الأول من المناظرة أو المناظرة كانت عن حول مشروعية المولد، إنه قالوا المولد يجوز، وجابوا ساتي صديق التلفزيون قناة من قنوات السودان جاب ساتي صديق وجابت معه الصوفي ده قاعد جنبه. الجزء الأول زي ما لخص علينا شيخنا الفاضل مزمل حفظه الله وقال طلع الدرون ورد عليها. تاني بعد مسافة قاموا جابوا جزء تاني ونشروا في قنواتهم الصوفية التي في اليوتيوب وعلى الشبكة العنكبوتية وغيرها. وأول ما بدأ الجزء الثاني بدأ بهجمة مرتدة زي ما بقولوا من الصوفي الدكتور ده سوري اسمه عبد الرحمن ده، طوالي هاجم الحزب اللي اسمه ساتي صديق بأن القبور والأضرحة كانت في زمن صلاح الدين الأيوبي، وأن صلاح الدين الأيوبي كان يعتنق التصوف وكان تلميذ عبد القادر الجيلاني، رمى له الشبهات دي، قال له كان تلميذ عبد القادر الجيلاني وكان صوفي وقد نفع به الله تبارك وتعالى وفتح القدس. ذاك مفروض يرد لكن ما فتح خشمه مفروض يرد. وعشان ما نكون ابتهدنا عليه أو كذبنا عليه نسمع المقطع، هو ثواني بس نتأكد باسمه من اسمه ذاته نتأكد به. شيخ ساتي رمى بأشهر المسائل الخلافية التي يجب أن يفرضها على آخرين العقيدة، ليست ترك القباب، القباب كانت موجودة وكان صلاح الدين الأيوبي الرجل المتصوف الرجل الزاهد هو الذي حرر بلاد فلسطين، وهو من تلامذة الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويعني له ما له، فلسطين حررت بهذه الأيدي المباركة. شفتها؟ طارت اللي له عبد القادر الجيلاني صوفي، صلاح الدين الايوبي صوفي. اول شيء عشان تشوف الكذب، لانه انت كزول مسلم سوداني انا دار ابين لك انه الداعيه ما بيكذب، عمر الداعيه ما يكون كذاب، لقول النبي عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والكذب خصله ذميمه جدا، لانه زول الداعيه ما مفروض يكون كذاب، فما بالك بدكتور. وفي رواية أنه ينتمي إلى هيئة علماء السودان، وفي رواية أنه في كذا وفي كذا وفي مناصب، ويجيبوه في التلفزيون يكذب يقول صلاح الدين الأيوبي كان صوفي وما جاب دليل. والمصيبة الكبرى الحزب قاعد بعين له. سبحان الله، إذا رجعت إلى كتب التاريخ عشان تفشف دي أول كذبة بدأ بها، وأنا إن شاء الله أبدأ سلسلة كل ما جينا هنا نبين كذب هؤلاء القوم في هذه المناظرة. دول ده كذاب جدا، صلاح الدين الايوبي ما كان صوفي ولا عنده علاقه بالتصوف. وما معنات القباب والاضرحه تفيدنا في تحرير قطعه من قطع الارض؟ لانه الله تبارك وتعالى قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ابن كثير وغيره قال الوعد الاستخلاف يعني الارض، استخلفنكم الارض، ارض المشركين
سواء كانوا عرب او عجم، بنص التفسير قال يورثها للذين امنوا، يورث لنا عديل وراثه عديل، لكن الشرط شنو؟ ويبدل الخوف يجيب بداله امن، كويس معاك؟ ويمكن للدين وهو الاسلام، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والقبور والاضرحه حديد عباده الله تبارك وتعالى. انت ما عارف يا دكتور عبد الرحمن مين كذا؟ دكتور قاعد انت ما عارف انه القبور والاضرحه في الشريعه الاسلاميه ما يجوز لك انك تعبد القبر او الوثن او تطوف به؟ مفروض تعبد الله تبارك وتعالى، وهذا مخالف لما جاء في الايه. اذا التمكين والاستخلاف ما بيجي. خليك مني وصلاح الدين الايوبي رحمه الله، تفرتك راس اي صوفي ما عنده علاقه بالتصوف. عبد القادر الجيلاني رحمه الله في حته، والصوفيه في حته، عشان ما يكذب عليك الصوفي. برضه ممكن تلقى دكتور صلاح الدين بدل خنجر يقول لك ابن تيميه ما مدح عبد القادر الجيلاني، مدح عبد القادر الجيلاني، لكن عبد القادر الجيلاني منهجه ما منهج تصوف، كان منهجه عقيده اهل السنه والجماعه كما ذكر ذلك العلماء وكما بينوا. فما عنده علاقه، ما عنده علاقه بالتصوف، ومنهجه بريء من التصوف. ويكفي يا دكتور عشان تعرف الدكتور ده كذاب كيف. ان كان صوفي صلاح الدين الايوبي ينتهي على يدي او تنتهي على يدي الدوله الفاطميه العبيديه، الدوله الفاطميه التي كانت فيها من المآخذ ما فيها، انت المفروض تعرف المعلومه دي. لانه انت كزول سوداني داير تحضر التلفزيون، كويس معاك؟ حيجوك دعاة زي ديل كذابين بكذبوا، ده ما تسمع له لانه بكذب. ده غير المقاطع اللي ان شاء الله في حلقه من هذه الحلقات او في الوقت الثاني بنديك ليها، بنادي غير الله، بيستغيث بغير الله تبارك وتعالى. في محفل فيه ناس كده يا بيشيش ويمنو، ده ان شاء الله وثيقه بنعرضها، لكن بعد ما ننجمك كلمه كلمه، مناظره قريب ساعتين في مشروعيه المولد وما المولد، وبدا بكلام زي ده، فتعلم ان صلاح الدين الايوبي العلماء اثنوا عليه في التراجم وفي السير، قالوا انه كان شجاع وجدد الجهاد وكان مجاهد وكذا، لكن ما كان صوفي، صوفي دي كذاب، عشان ما يوكي لك في عقلك يقول لك انه التصوف، كويس معاك؟ معناته يقدر نفتح، والله تبقى صوفي والله ما تنفع بتعريفه، باب ما تفتحه، لانه العقيده شركيه، عقيده شركيه، انت ما عارف الناس ذول بينادوا غير الله وبيعتقدوا في القبور والاضرحه. اذا الشرك بالله تبارك وتعالى عمره ما كان سبب في تمكين او في اخذ ارض من الاراضي، بل سبب في البلاوي ورفع الاسعار وغيرها من المنكرات. لان الله تبارك وتعالى بين انه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات بتجينا بالتوحيد. لكن الصوفيه المدلقنين ديل، واحد دكتور الخنجر ما عارف، حامد احمد داوود، حامد بابكر، وهذا دكتور جديد طلع عبد الرحمن مين كده؟ دكتور بتاع شنو؟ كل عقائد فاسده، فما يغشك وما يخدعك بان القباب والاضرحه كانت في زمن صلاح الدين الايوبي وانه كان صوفي لذلك فتح بيت المقدس. المقدس ما بنفتحه الا بما جاءت العلماء قالوا بهذه الايه التي فيها الشروط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جزاكم الله خير، واقدم الشيخ نورين.